في الأمس القريب فكرت في أن أحاول معرفة الدقائق التي تمضي على قرص الشمس بحيث يغيم وراء الأفق من أول تماس دائرة الشمس السفلى مع رأس الجبل ثم غيبوبة القرص بكليته، فتبين لي أن ذلك يأخذ من الوقت دقيقتين، بمعنى لو أن الإنسان تيسر له أن يرى تماس دائرة الشمس من أسفلها مع قمة الجبل ثم غاب ولم يتمكن من أن يستمر واقفا ليرى سقوط الشمس، قرص الشمس من وراء الجبل تماما، فهو يستطيع حين يغيب وقد رأى تماس دائرة الشمس من أسفلها مع قمة الجبل وغاب، فيستطيع أن يفطر بالاحتياط بعد 3 دقائق، لأن غيبوبة قرص الشمس عند تلاقي أسفل الشمس مع قمة الجبال أخذ 2 دقائق. فإذا أفطر والحالة هذه، أي إنه لم يتمكن ليرى غروب أعلى نقطة في الشمس، لم يتمكن من ذلك لأمر ما، فهو إذا رأى تماس أسفل الشمس مع أعلى الجبال وغاب، فباستطاعته أن يفطر بعد 3 دقائق، ولو كان هو ما رأى سقوط الشمس بتمامها وراء الأفق. واضح؟ وكان متظاهرها، ولذلك بدنا نحط دقيقة احتياطا، أي يتحمل 2 دقائق ونحن نفطر 3 دقائق. هذا إذا كان الإنسان ما تيسر له أن يرى سقوط الشمس وراء الأفق بتمامها. أستاذي لو تعيد بخصوص الكاس أستاذي مرة أخرى، هي يعني لعل السامع لا أكثر مما تكلمنا ما ينفهم ولو صورة، لأنه نعم. مشاهد وإنه مشاهد بالتسجيل. نعم صحيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
تفاصيلها. الله أكبر.